هيا. ما عرفتش شنو السبب ديال العاد. شحال ديال شحال من المحل تحرق؟ بخسائر كبيرة. لا باش هما شكون اللي يعوضكم شنو؟ اكيد الله سبحانه وتعالى. المحلات ديالاش شنو فيهم؟ كاينين محلات ديال النجارة، محلات ديال العود، محلات بزاف. يعني كله لا باش شحال المحل تقريبا قلتي لي؟ الوقاية المدنية جاوا بسرعة. الناس مساكنين مضرورين شتيهم. كاش القيمة ديال الخسائر والناس حاطين سلعة كثيرة هنا. الله يعوضكم الله يعوضكم الله يعوضكم خويا. لان كما قلت لكم على مشكله مشتاق. انا شفت في هذه اللحظات عناصر الوقاية المدنية مازال كيحاولوا يسيطروا على الحريق هنايا. الناس خسائر مادية كبيرة. خسائر مادية كبيرة. خسائر مادية بالجملة. يا خويا شفت داك الراجل. السلام عليكم سيدي. سيدي واخا ممكن ناخذو معاك؟ صحافه ممكن ناخذو معاك؟ شعلات العافيه حداك. انت كتنعس هنا؟ كيفاش شعلات العافيه؟ عرفتي شنو السبب ديالها؟ ديك الساعه كانت يلاه بدات. حفظك الله. حفظك الله. شحال تقريبا ديال الخسائر هنا؟ ماشي اول خطره كتشعل. واش كتشعل بالعاني ولا رابعة الخطرات؟ كي حفظك الله كينجيك ربي. الناس المحلات ديالهم تحرقوا وعندهم الخسائر. خسائر بزاف. يعني الناس معمرين. يعني الناس ضاعوا لهم فلوسهم بزاف. الناس سمحنات دابا. ما واش غيكون شي تعويض ولا ما كاينش شي تعويض؟ لا اله الا الله. الناس من غدا واقيلا غيبداو يطلبوا. الناس من غدا عندنا منزل مكتب ديال الله. الوقاية مازال كيحاولوا يطفيوها. مقاتلين. واه تخرقت. صافي محلات المحلات اصحاب المحلات. اه
شوف 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 مجهودات ديال العناصر الوقايه المدنيه راه مساكن الله يحسن عوانهم.